سمعنا نبيكم هادي شويني مفتون. سمعنا نبيكم لين على جوا فهم. مرحبا بكم، مرحبا بسات المستمعين والمستمعات القاطعين يسمعوا فينا الان سواء داخل تونس او خارج تونس. نتعطيو الان لفقره موهبتي. اليوم شفنا بفقره موهبتي وليد صغرون عمره 11 سنه على ما اعتقد. باش نتعرفوا على الموضة تاعهم مع بعضنا. خلينا نرحبوا بكل حب ايهم فيلي. السلام عليكم. السلام. شنو احوالك؟ لاباس. لاباس عليك؟ اه الحمد لله. مرحبا بك ايهم. ايهم ما شاش وقته شي معنا. دويلة ايهم فيلي معنا. سعيد فيلي مرحبا بك. سعيد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا بكم. شكرا بكم. يعطيكم الصحة على الاستضافة وربي يعاونكم في المشروع تاعكم الجديد. عايش بالتوفيق للناس الكل. عايش مرحبا بك سي هيثم. لو تسمح باش نبدا بصغير بعد. تفضل تفضل. اي مرحبا بك ايام. لاباس عليك. مرحبا بك في تونس. عايش. قل لي عرفت بروحك فين؟ شكون هو ايام مغيرب؟ انا ايام المغيربي ابن خيار بالتحديد ولايه نابل. عمري 10 سنوات وش نتعدى السنة السادسة ونقرأ في مدرسة التحرير بالحمامات. يا مرحبا يا مرحبا يا أيام. ما شيدنا من نابل ولا من شيدنا من الحمامات؟ شيدنا من نابل؟ حمامات. حمامات. يا مرحبا بكل مستمعين في الحمامات. في أيام شي هوايتك أيام؟ كرة القدم والروبوتيك والحساب الذهني. احنا جايين ندور الحساب الذهني. احكي لي شويه كيفاش جاتك غرامك الحساب الثاني؟ ديما نحسب في الدار في قلت لبابا باش يشاركني في باش يشارك في المسابقه تاع الحساب الثاني. لا قبل المسابقه مش يشارك في اداره والا كلوب نتاع كالكول نتاع حساب ذهني. أيوة. والغادي بدات الحكايه. قل لي الحساب الثاني سهل ولا صعيب؟ كان صعيب يزمك الخدمه، كان سهل يزمك التركيز. تركيز سهل ولا صعيب؟ ملو كيفاش بديت معناتها تتعلم في سهل ولا صعيب؟ سهل. كنا نقابل صار ولا مع إيه؟ إيه. شفت معايا هلا نشوفوه هلا في الواحد. معدل. إيه. قل لي شو هلا؟ قل لك كيف تتحسب؟ أظن عدد خمسة. إيه. وده كل واحد. ده واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إيه. كل جيم تسعة. إيه. معاك نشوفها في الواحد. عملت كيف؟ هذه رقم خمسة. هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة وهذا أربعة. به والحساب تعملوا هنا بالحسابات كل شيء. فهموا كل حاجة. أحد عشرات. أنا هي أحد، أنا هي عشرات، أنا هي مئات. والعملية الحساب تعمل جمع طرح ضرب ولا شو؟ جمع طرح وضرب. به تصيدنا نشعلك ايهم شوية اخر نعم نرجع سهيدا. سهيدا مرحبا بيك ونورت اخوي. كيفاش بديت الغرام ايهم؟ معناتها ملول قال لك حب يتعطل الحساب الثاني ولا توما شجعتوش تكون الحساب الثاني؟ هو قبل كل شيء كل صغير عنده موهبه معناتها تبدا موجوده لداخله. ومن مسؤوليه كل ولي وانه ينمي الموهبه نتاعه هذيك، يعرفها شنيا، يخدم معاه وماذا به يحب يوصل للحاجه اللي يحب يعملها. ايهم ثم حاجات قبل كل شيء من عند ربي، ثم حاجات ربانيه. وثم حاجات معناتها بمرور الزمن تفيق انه ولدك عنده موهبه يلزم تنميها. كيف ايام في القرايه نتاعه وفقنا معناتها اللي يحب الرياضيات واي عدد ديره يبدا يحسب في الشارع في الدار. قيدته في كلوب نتاع كالكول مونتال مع
برنامج عبقري الذكاء العالمي. ومن غاديك 2018 صارت الحكايه هذه، ومن غاديك بدا يقوم بالتمارين اللازمه في عند الممرنه بتاعه والا في المنزل، يلزم برشا خدمه وبطبيعة الحال تعاونوا في التركيز نتاعو، تعاونوا في الحياة الاجتماعية، تعاونوا في معناتها حب العطاء، عندها برشا إيجابيات، وهو حبها وكمل فيها. بطبيعة الحال بمرور الزمن في المشاركات اللي كان ثم مسابقات يشارك فيهم تعطيه الثقة ذيك، حتى في الدراسة عندها دور معناتها باش تنمي له الدراسه نتاعو وتنمي الطاقات نتاعو، وخاصه معناتها كسب الثقه في النفس. والطفل كيف يكسب الثقه في النفس ينجم يوصل برشا حاجات، ما يراش حاجات صعيبه، بالعكس يحب يذل الصعوبات هذيك. وربي يوفقه كهو. ربي يوفقه ونجحه ايهم. باش نسالك معناتها من الطفوله نتاعو هو معناتها من تحذيري الى الاول ابتدائي كانت بالول يكتب بالارقام بالسلويد وبعد نحكي لك هي الطرفه وقت اللي هو صغير ما في قبل ما يدخل السنه الاولى الكتابه يكتبها معناتها هي كتابه عربيه يكتبها بالفرنسي معناتها من اليسار لليمين ومقلوبه فهمت كيفاش الباء مقلوبه اتسيتيرا دونك هذاك يوري انه ثم حاجه من عند ربي فيها ذكاء اللي يلزم الوالدين والعائله بيان سور يخدموا عليها باش يوصلوا. وبعد في المجور ما اتفقنا كما قلت لك اللي هو يحب الرياضيات يكتب يصور حتى في التصوير نتاعو ثم الاعداد فهمت كيفاش فوالا. اي كيفاش جاتك كرامك في الحساب؟ من معناتها بيناتها معناتها من وقتها بديت غرامك وقتاش قطعت عمرك توا ثلاث سنين الوقت من الطفولة وقت ما مغرم بالحساب خمس سنين وتغرمت في الحساب. شكون غرمك في الحساب، بابا ولا ماما ولا كيف؟ وانت اكتشفت سامحني مش نسأل السؤال معناتها هو حب يفسر لك الاكتشاف نتاع الموهبة نتاعك انت حبيت تتقدم فيها ولا انت حبيت وعلاش باش تقدم في حياتك باش تزيد في العلاقات نتاعك ولا سي هيثم ايهم تبارك الله شارك في عديد من المسابقات لكن نفرجش عن شو وضعنا المشاركات اخر مشاركة كان في جويلية في مصر مسابقة اونلاين كده حكينا شوية على المسابقات اللي شارك فيها معه المسابقات قبل كل شيء معناتها يلزمنا نعرف اللي ثم مسابقات مثلا التصوير هذه تصويره ايهم خذا سفير الطفوله مع عنده منظمه عالميه بعد المشاركات نتاعو في المسابقات كي شافوا السي في نتاعو معناتها كرموه وعطاوه الشهاده نتاع سفير الطفوله هذه موجوده في امريكا هذه تصويره بعد المشاركه نتاعو في البطوله العربيه اونليني في مصر جاب المرتبة الرابعة هو التونسي الوحيد اللي شارك وهذا تكريم من البلدية بتاع حمامات ما شاء الله اي تصوير لا المسابقات مسابقات كيفية المسابقات بحكم معناتها ايهم وال الممرن نتاعه وكما قلت لك البرنامج نتاعه عبقري العقل العالمي دونك ولا معروف دونك يبعثونا يكونتاكتيونا يحكيو مع ايهم يزيدوا يشوفوا السي في نتاعو ويقولوا له اللي ثم معناتها مسابقات تحب تشارك فيهم ولا لا من الجزائر برشا اصدقاء من المغرب ثم اصدقاء في سوريا مثلا الشهاده هذه نتاع في رمضان وقت الكوفيد هذايا مشاركه وقت الحجر الصحي خدمنا برشا عملنا برشا مسابقات ايهم في رمضان وقت في الحجر الصحي عمل هذه مع مدام كوثر الشلبي عمل فقره يوميه اسمها هل تعلم يعطي فيها معلومات علميه يحكي التلفزه وقتاش مثلا جات الكاميرا الاكورديون فهمت دونك نحاولوا نعطيو مجموعه من البرامج اللي تنور الصغار. باش نسالك سي هيثم تفضل
مشاركين مسابقات هل معناتها هما اتصلوا بكم ولا ثم اللي هما كيف كانت ثم اللي هما يتصلوا بينا وثم اللي احنا نلقاو معناتها اللي موجودين المسابقات نتصلوا بهم نبعثوا لهم معناتها حب المشاركه نتاعنا يعطونا الدات وقتاش يعطونا التوقيت وقتاش ما تعرف الحجر الصحي هذا والمشاكل تاع كوفيد ولات الامور اونلاين من قبل كنا نحضروا على عين المكان كما صار في مستير كما صار في سوسة كما صار في بنزرت عملناه 2020 ايام بنزرت فيبر 2020 وقت البطولة في بنزرت صارت وخذ المرتبة الاولى وخذ الكوب دونك ثم علاقات يكلمونا ونحن نكلموه ما عندناش ديما تجينا المعلومة وين تبدا ثم معلومة ويبدا هو اليز ويحب يشارك يقول راني نحب نشارك أيام تتذكر أول مشاركة شاركت بها وقتي في تركيا أحكي من المشاركة أحكي لي كيفش كان المشاركة في تركيا بس تعرفت على برشة بلدان وأصدقاء وقتش كانت في أكتوبر 2018 هذا كان أول مشاركة كانت في تركيا أي قول لي ربحت ولا ما ربحتش ولا كيف؟ ربحنا. اي مرتبة ثالثة فوز. اي ودي تحب ودي تحب تكون في المرتبة الثالثة ولا في المرتبة الأولى ولا كيف؟ مرتبة يكون كيف؟ اي 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 وتعرفت برشا أصحاب هذيك في تركيا؟ شنو البلدان؟ أنه هما احكي لي مشاركات في تركيا كيف؟ بلدان البلدان شنو هما؟ تركيا ومصر والمغرب سوريا فلسطين الجزائر امريكا كندا شاركت سبعة مشاركين وشنو حسيتوا ايهم مش المرتبه الثالثه اش خديتوا؟ خدينا كؤوس وميداليات ذهبيه كؤوس ايهم وردت لك تصوره هي تشوفوا فيها تعال شو مين خسيتها؟ في سوسة. أنا عام. بطولة مغربية. عام تكش. 2019. 2019. هذه بطولة مغربية في 2019 وشاركوا فيها تيرية ومغاربة كانت نهار 25 أوت 2019 في سوسة وأيها مخذ المرتبة الأولى وخذ كوب وميدالية. هذه هي متعرفها بركداش هي تصويرة في تركيا اي يا ترافو يعطيك الصحة يعطيك الصحة في بالك شو احساسك بتمثيل تونس تمثل تونس برا فخر يعطي زين اي هاك باه ايام بالنسبة هذه مشاركة في مستير هذه تصويرة في تركيا وقت اللي روحوا الأولاد من تركيا هذه المجموعة التونسية مع تقدموا هدية لتونس وخذوا كؤوس هذه نهارة اللي روحنا الأولاد من بلايس كله روحوا فرحانين دونك يشرفوا بلادهم إن شاء الله ديما يشرفوا بلادهم نعم سهيثم في دقيقة لو كنا نحكيو شوية هذه شهادة قدموها معناتها جمعية في المغرب بعد ما ربح أيهم البطولة المركز الرابع في البطولة العربية معناتها كما نقولوا احنا بلغتنا في تونس فرحوا به وحبوا يكرموه بالشهادة هذه ما نساوش اللي أيهم عنده عديد شهادات من بلايس في جميع بلدان العالم كسفير طفوله وهذا هام جدا ما شاء الله عليه ايهم كي تكبر تحب تولي تكون معروف في الحساب هذاني تحب تولي بيلوت هاي تولي تسوق في الطياره بلا نجي نطلع نركب معك علاش تحب تولي تحب نزور البلدان الميكرو باش يسمعوك احب نزور البلدان والمعالم اي معلم علاش خاطر عنده حاجه هو انا هي حاجه معلم بتعرف. علاش المعالم ثقافه وتاريخ البلدان صحيح يعطيك الصحه
شو مغروم من دي فيتامين تقول لي شو مغروم هاي اي كل في الحساب الثاني معناته روبوتيك وكل قدم روبوتيك وكل قدم طيب تحب شكون هاي سلام على بابا وامي و لا لا ما تحبش شكون تحب شكون من كرة قدم شجع شكون ريال مدريد وبي جي ريال مدريد وبي جي وفي تونس ترجي علاش ترجي بابا يحبك بابا يحبك يعطيك الصحة في بالك أيهم يقولوا لك أنت شباب مارادونا أي مارادونا ده تونس أنت مارادونا تونس طيب هاي أستاذ هيثم كلمة سيدين نورتنا وشرفتنا والله يعطيك الصحة الجملة ذيك اللي يقولوها واللي نحب نأكد عليه هو أنه شوف الوالدين يلزمهم يأمنوا بطاقات متاع أولادهم ويظل لي مش المهم معناتها عندك كهرباء ولا عندك دار ولا عندك فلوس هذاك الكل يجي المهم انه صغيرك خلق اللي تربيه على اخلاق والحاجات الباهيه تحطه في مخه اللي اي حاجه ينجم يوصلها وقت اللي يحب يوصل لها واذا كان ثم صعوبات الحياه بلا صعوبات ما ثماش حياه وكيما نقول له هو قدامك هو قبل كل شيء معناتها الاخلاق وبعد العمل والعلم واللي تحب توصل له بحول الله ماشي اللي توصل له وربي يوفقه ان شاء الله ومعناتها يلفو انفستير في الصغار نتاعنا ولا الصغار عباره على استثمار والاستثمار في التفكير وفي الاخلاق وفي العقل هو الهام جدا يعطيك الصحه سي هيثم ايهم على شكون تسلم فيسا فيسا على بابا وامي وعلى عائلتي الكل وعلى اصدقائي وعلى وعلى كاتبين تميبل كانفات يعطيك يعطيك الصحة أيهم مرحبا بك في كل وقت دار دارك بجوافين عايشك شكرا لك أيهم شكرا لك مستمعين الكرام مثلا متواصلين فاصل قصير بعد نتعطيه فقرة الراب مرحبا